أذكر حضراتكم إن في المرة السابقة كنا بنتكلم في دراستنا لإنجيل معلمنا ماري متى في الإصحاح الثامن، وأخذنا ثلاث معجزات شفاء لو تفتكروا. المعجزة الأولى هي الأبرص، المعجزة الثانية هي عبد قائد المئة الروماني، المعجزة الثالثة هي شفاء حماد سمعان بطرس. وكنا طلعنا بكونكلوجن او كنا طلعنا بنتيجة ان الثلاث معجزات الشفاء دول كانوا محتاجين اتضاع فسجد له، كانوا محتاجين ايمان انت تقدر، وكان فيها نوع من انواع التسليم ان اردت. يعني ربنا علمنا من الثلاث معجزات ان في ثلاث شروط علشان يشتغل، ان انا بطلب اتضاع وبطلب بثقة وبطلب بتسليم لارادة ربنا، لان مش في كل وقت اللي انا بطلبه فيه خلاصي وربنا مشيئته في خلاصي على ادراكي انا، وبالتالي ممكن جدا ربنا يأجل الطلبة او يتمم الشفاء بحسب صلاحه، لكن في كل الاحوال ده لخيري والخلاص نفسي. بنعمة ربنا النهاردة هنكمل قرايتنا في الاصحاح الثامن من عدد 18. ولما رأى يسوع جموعا كثيرة حوله أمر بالذهاب إلى العبر. كلمة العبر دي باختصار معناها إيه؟ معناها شط المقابل أو شط المقابل أو الضرفة الثانية من نهر الأردن أو من بحيرة طبرية. فلما المسيح يكون من الشرق قاعد في الشرق ويقول عاوزين نروح العبر، يبقى عاوزين نعبر للغرب، ولما يكون في الغرب ويقول رايحين للعبر يبقى هيعبر للشرق. في الحالة دي المسيح كان في الغرب وكان هيعبر ناحية الشرق، يعني ناحية شرق الأردن أو شرق بحيرة طبري. ولما رأى يسوع جموعا كثيرة حوله أمر بالذهاب إلى العبر. عاوزين نقف حتة صغيرة هنا، إن بالرغم من أن ربنا يسوع المسيح كانت خدمته خدمة الجموع الكثيرة، لكن نلاقي الحدث ده حدث متكرر في الكتاب المقدس وفي الإنجيل، إن يقول في بعض الأحيان فتركهم، وفي أحيان أخرى يقول فذهب منفردا. هنا معناها إيه؟ معناها إن الإنسان مهما كان بيخدم وكانت شغلته إن يخدم الجموع الكثيرة، عمره ما ينسى انه محتاج خلوة يقعد فيها لوحده مع ربنا، لان ممكن خدمة الجموع دي تستهلك الانسان وتضيع خلاصه. وما خبيش عليكم، يمكن الاباء الكهنة والاباء الاساقفة اكتر ناس معرضين لحرب الخدمة الكتيرة، ان ممكن جدا يتسرق وما يلاقيش ابدا وقت يقعد فيه مع نفسه او مع ربنا. حكى لنا مرة احد الاباء الاساقفة ان ابونا بشوي كامل في اول كهنوته كان حاطط نظام، النظام ده انه كان يخدم 5 اسابيع والاسبوع السادس ياخده بالكامل في خلوة. مرة يروح يقعد في المدافن بتاع اسكندرية، مرة يروح يقعد في دير، المهم انه كان حريص ان الجموع الكثيرة لا تربكه ولا تعطله عن القعدة مع الواحد. طبعا فاكرين مريم ومرثا، وفاكرين المسيح قال لها انت تهتمين وتضطربين لامور كثيرة ولكن الحاجة ده. وعلشان كده نصيحة للي بيخدم في حضراتكم، مهما كانت متطلبات الخدمة، الخدمة عمرها ما هتخلص. مهما كانت احتياجات الناس، احتياجات الناس عمرها ما هتخلص. لكن هو في حاجة ممكن تحصل
ان انا حياتي تتسرق مني. فارجوك كنصيحة تمثل بربنا يسوع المسيح بالرغم من انه من اجل هذه الجموع الكثيرة ومن اجل وبالرغم من احتياج كل الجموع دي ان اللي عاوز يسمع كلمة عاوز يسمع واللي عاوز شفاء عاوز يتشفي. المسيح كان حريص انه ينفرد في بعض الاحيان بعيدا. فعند كلمة جموع كثيرة ديت وهو تحول واتجه الى العبر دي معناها ان احنا ناخد بالنا ان احنا محتاجين في احيان كثيرة نخلي ذواتنا من اي حاجة شغلانة علشان نعرف نقعد مع ربنا. ولعل درس الاول دوت مهم قوي نطبقه في حياتنا كلنا. فتقدم كاتب يعني قبل ما يعبر تقدم كاتب. ايه حكاية الكاتب ده؟ نسمع كتير قوي عن الكتبة والفريسيين. فهذا الكاتب هو واحد من مجموعة كتبة. ايه حكاية الكتبة دولة؟ طبعا زمان ما كانش فيه طباعة. فكان الكتاب المقدس او العهد القديم والتوراة ينسخوا مقابل فلوس. يعني كان في ناس شغلتهم ان هم ينسخوا الكتاب المقدس بخط ايديهم. وكان عادة لازم يكون انسان تقي وبر. وكان حكاية الكتاب المقدس او العهد القديم كانت ليها طقوس مش سهلة. كان لازم يستحمى ولازم يبقى نظيف جدا ولازم يكون طاهر وممتنع عن زوجته. يعني كانت ليها شروط صعبة قوي قوي قوي. في الاول كان معظم الكتبة دولة ناس روحانيين. ومن اجل روحانيتهم وبسبب ان هم كتبوا الكتاب المقدس كتير حفظوه. تتصور انت بتتعامل مع انسان حافظ الكتاب المقدس آية آية. فصاروا معلمين للشعب. كان في ثلاثة بيعلموا الشعب زمان. الكتبة والفريسيين والناموسيين. وفي بعض الاحيان الكهنة. وان كان الكهنة انشغلوا بتقديم الذبائح. لكن اللي كانوا بيعلموا ثلاثة. كتبة وناموسيين وفريسيين. فدول احد اقطاب التعليم للشعب اليهودي. مع الوقت تحولت شغلانة الكتبة من شغلة روحانية لشغلة استرزاقية. عارفين ان استرزاقية يعني واحد بيتعلم المهنة دي عشان يسترزق. ولما الانسان يبتدي ينحرف في هدفه الروحي من خدمته يبتدي الحقيقة يتعب الناس وهو يتعب وكلامه كله يبقى نصوص وتفاسير جوفاء بلا روحانية. وده اللي خلى رب المجد يسوع لما اتكلم معاهم كان كل كلامه للكتبة والفريسيين كان كلام توبيخ وما كانش فيه مدح خالص. ليه؟ لان الاساس هو اساس روحي لكن انحرف الى فعل مادي. وده برضو تحذير تاني ليا ولحضراتكم. اوقات كتير قوي ناس تبتدي علاقتها مع ربنا بروحانية وبعدين تخش اغراض وتخش تعالب صغيرة مفسدة للكروم. التعالب دي لما تخش تخلي الانسان ينحرف في غرض الخدمة بتاعته. ممكن يكون بيخدم ذاته ممكن يكون بيخدم لاي سبب زي ما قال المسيح وبخهم انكم لعلة يعني السبب في قلبكم تطيلون الصلاة. انتوا مش بتصلوا علشاني انتوا بتصلوا عشان مديح الناس انتوا بتصلوا علشان مركزكم بتصلوا علشان زواتكم لكن انتوا مش بتخدموني من اجلي انا انتوا بتخدموني من اجل ايه زواتكم انتوا. المهم هذا الكاتب تقابل مع ربنا يعني نشوف بقى الحوار حصل فيه. فتقدم كاتب وقال له يا معلم اتبعك اينما تمضي. يعني مهما رحت في اي مكان انا ماشي وراك. طبعا دي حاجة المفروض تفرح ربنا يسوع المسيح. بس نشوف المسيح جاوب ازاي وجاوب كده ليه. جاوب ازاي وجاوب كده ليه. فقال له يسوع للثعالب اوجره ولطيور السماء اوكار. اما ابن الانسان فليس له اين يسند رأسه. كلنا يمكن نكون عارفين الاية دي وحافظينها. بس ليه ربنا يسوع المسيح جاوب على الكاتب هذه الاجابة. انا كنت متوقع يقول له يا سلام اهلا بيك اتفضل
ده يعني حاجة حلوة ان التلاميذ يزيدوا واحد. لكن نبص نلاقي ان ربنا يسوع المسيح جاوب اجابة تانية خالص. بيقول له خلي بالك بقى، الطيور ليها عشر والتعالب ليها جحر او مغارة بيسكن فيها اخر الليل، لكن انا يا حبيبي ماليش مكان اسند فيه رأسي. يعني اي واحد من حضراتكم عارف النهاردة بالليل هيحط راسه على اي مخدة وتحت اي سقف. المسيح لما كان عايش على الارض ما كانش عارف، هو طبعا بلاهوته عارف، لكن عاوز يقول ان ظروف الخدمة القاسية اللي كانت بتتخليه يتنقل من بلد لبلد ومدينة لمدينة ما كانش يبقى عارف بحسب الفكر البشري هو هيبات فين النهاردة. يعني عاوز يقول للكاتب ايه؟ انت فعلا عاوز تتبعني ولا هو كلامه بس؟ لان في ناس كتير قوي تقول كلام، لكن وقت الجد لما يجي الامتحان تغير رأيها وتلف 180 درجة وترجع. نشرح اكتر. الكلام سهل قوي وحلو. فالمسيح بيقول له انت مستعد تدفع ثمن تلمستك ليا ولا مش مستعد؟ اصل الخوف، كل الخوف ان يكون عجبك المنظر بتاع التلاميذ اللي حواليا، او عجبك المنظر بتاع الناس اللي قاعدة تهتفي وتقول يا معلم، او يمكن عجبك الثلاث معجزات اللي انت لسه شايفهم وقلت ده يستاهل الواحد يمشي وراه. خلي بالك بقى، انا خدمتي وتبعيتي ليها تمن، ومش في كل وقت الناس بتقدر تدفع تمن تبعيتها للمسيح. الكلام ده نفهمه ازاي؟ نشرحه اكتر. المسيح مرة قال لنا بوضوح كده، اللي عاوز فيكم يكون تلميذ ليا او اللي عاوز فيكم يتبعني شروطي كالآتي. يعمل ايه؟ نمرة واحد، ها قولوا، ينكر ذاته. يعني ايه ينكر ذاتك؟ يعني انت في خدمتي بلا كرامة. نمرة اتنين، يحمل صليبه، يعني طريقي في ألم. صحيح في مجد في الأبدية، لكن على الأرض هنا في إيه؟ في ألم. أدي حضراتكم مثل أكتر. هنتخيل إن قدس أبونا دعانا لخدمة مكان جديد في الصعيد، فناس تحمست أو زي الكاتب ده قالوا كده، نتبعك يا أبونا في الخدمة أينما تمضي. وبعدين راحوا المنطقة صعبة قوي، هياخدوا قطر وبعد القطر ميكروباص وبعد الميكروباص حمير هيركبوه عشان يوصلوا للقرية دي. فبعد ما الواحد جرب اليوم ده ورجع، رجع نفسه، أنا ما كنتش عارف إنها كده. يبقى الكلام دايما سهل، التنفيذ صعب. فسهل قوي إنك تقول عاوز أتبع ربنا، أو زي ما احنا بنقول في لحن التسبيحة نتبعك بكل قلوبنا. لكن لما نيجي نصطدم مع شروط التبعية والتمن التبعية، نلاقي نفسنا بصراحة كده محدش فينا مستعد يدفع التمن ده. اديكم مثل تاني، كلكم عارفين حكاية الشاب الغني. الشاب الغني ده عمل ايه مع المسيح؟ راح كده وقال له يعني اتبعك برضه، عمل زي الكاتب كده، انا عايز اكون ليك تلميذ. فالمسيح في الاول يقول لك فرح، لان المسيح يفرح باي انسان عنده اشتياق انه عاوز يمشي في سكة الخلاص. فالمسيح زي ما عمل مع الكاتب كده، هو سأل سؤال للكاتب يكشفه على حقيقته، انت فعلا مستعد ولا مش مستعد؟ فابتدى يقول له ايه؟ ابتدى يقول له اعمل الوصايا. فقال له عملت الوصايا كلها. قال له ينقصك شائن واحدا، الامتحان الحقيقي لتبعيتي، روح بيع كل اموالك واتبعني. الولد دلم، يقول الكتاب المقدس كده فمضى حزينا. يبقى الاشتياق العاطفي شيء والتبعية الفعلية شيء. ان انا عاوز امشي ورا ربنا ووصيته دي حاجة حلوة، لكن ماذا يحدث لو المسيح في وسط تبعيته قال لي استحمل اخوك التعبان،
استحمل اخوك اللي بيتعبك، استحمل زوجتك اللي بتتعبك او زوجك اللي بيتعبك، ساعتها انا مستعد فعلا لدفع الثمن، ولا لما يجي الثمن يتحول لصليب انا هرفض حمل الصليب؟ هو ده السؤال اللي لازم كل انسان مسيحي يجاوب عليه. فالمسيح حط له الحقيقة قدام عينيه، قال له بص اهلا بيك، بس في شرط عاوز اقوله لك. عندك استعداد انك كل يوم ما تعرفش هتنام فين؟ الراجل بل قال له لا مش للدرجة دي. اديكم مثل تاني، صوروا ان احنا متعودين في المؤتمرات بتاعتنا ننزل في مستوى معين ومع مستويات من الراحة المعينة، وبعدين قلنا هنعمل مؤتمر، المؤتمر ده في منطقة كده ريفية، يعني سوري وسائل الراحة فيها ضعيفة، الكهرباء ممكن تتقطع 4-5 مرات، ولو الكهرباء اتقطعت في شمع او لمبة جاز هتمشي بيها، وبعدين يعني ما نوعدكمش ان كله هينام على السرير، ما نوعدكمش، لكن اشكروا ربنا ان في سقف، لان لو الدنيا مطرت مش هتنزل عليكم، فيعني اشكروا ربنا، بس نوعدكم ان المؤتمر ده هيكون مؤتمر روحاني حلو قوي قوي قوي. كلنا ساعتها في ناس كتير قوي من اللي دفعت فلوسها في الاول هتقول اصل انا عندي عذر طارئ، ده المؤتمر ده طالع من عيني، كان نفسي احضره. بس الحقيقة هو مش طالع من عينه، هو لما اكتشف ان ابن الانسان ليس له اين يسند رأسه قال لا 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 ما اقدرش، اصل برضو كل واحد وليه مستواه وكل واحد وليه وابتدي يحط شروط. هي دي حقيقتنا، ان اوقات عاوزين تبعية مرفهة، اما تبعية الصليب اذا اتت ففي احيانا كثيرة قد ننسحب وندير للمسيح ظهورنا. أرجوكم راجعوا نفسكم. ليه؟ لأن ممكن كلنا وأنا قبليكم نكون من نوعية الكاتب ده، عاوزين نتبع المسيح تبعية مشروطة طبقا لأولوياتنا وطلباتنا، ليس طبقا لما يطلبه المسيح مننا. فالمسيح بيقول أنت يعني واخد بالك ولا مش واخد بالك من السكة؟ ليس لي أين أسند رأسه. سمعنا عن الكاتب ده تاني؟ المسيح رفضه؟ ما رفضوش، بس حط له الشرط. الراجل عمل ايه؟ قال لا ما يلزمناش، شكرا كتر خيرك، ميرسي على المحادثه. اخرتها محادثه وبعد كده مش هقدر اكمل لان انا ما احتملش الحقيقه الشرط اللي انت حطيته. على فكره احنا هنا مش بنتامل في الكاتب اللي رفض، انا بتامل في قراراتي انا، وكل واحد يتامل في حياته الداخليه الى اي مدى يقبل او يرفض شروط تبعية المسيح، وخاصة وخاصة الجزء المتعلق بانكار الذات وانكار الراحة وحمل الصليب. نكمل قراءتنا مع بعض. فتقدم كاتب وقال له يا معلم اتبعك اينما تمضي، فقال له يسوع للثعالب او جرى لطيور السماء او كار، واما ابن الانسان فليس له اين يسند رأسه. حتة يسند رأسه دي مش عايز اعديها بصراحة. ليه؟ لان المسيح ليه المجد، ليه المجد، بيقول انا 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 الممجد، انا المتعالى، انا المسبح الى الابد، اخليت نفسي لدرجة قبلت مستوى اقل من الطيور ومن الثعالب، يعني على باب الله. اللي هيعزمني النهاردة اروح ابات في بيته هروح ابات، ولو ما لقيتش حد يعزمني مش مشكلة كبيرة ان انا انام تحت شجرة او في الطل. ده مين؟ ده مين؟ سيدي وستكم اللي احنا بنخش بيته بنسجد قدام عتبة الهيكل والمسبح بتاعه. طب انا وانتم بقى، انا وانتم ينفع نطبق الكلام ده في حياتنا؟ حقيقة أنا شايف إن إحنا بعد عنه. ليه؟ ده إحنا كل واحد فينا في بيته ليه الفوتيه بتاعه والكرسي بتاعه والسرير بتاعه والدولاب بتاعه، على الأقل لو ما كانش دولاب كامل يبقى نص دولاب. ومشكلة كبيرة قوي لو حد قرب من مكانه اللي بينام فيه أو من سريره أو من لبسه أو من حاجته الشخصية.
قولوا لي المسيح كان يمتلك ايه في حياته على الارض. وعشان كده لما المسيح يقول ليس لي اين اسند رأسي نصدقه، لكن انا وانتو ما نصدقش نفسنا، لان احنا للأسف سامحوني بسبب الحضارة وارتفاع المستوى او متوسط داخلنا في المنطقة اللي احنا عايشين فيها، نحن لنا اين نسند رؤوسنا ولا نتنازل عنه ابدا. لكن في الكلام في الوعظ سهل، لكن في التطبيق صعب صعب. صاروا كل واحد كده ويبقى له مكان بيظبط نفسه في الكرسي بتاعه كده، البحر جاي والهواء وكده التلفزيون علشان يبقى، ويا سلام لو جه لقى واحد قاعد مكانه يكشر ويقول له انت مش عارف ده مكاني. عارفين بقى كل ما الانسان يعلى في الروحيات يتحرر من الحاجات دي. تقابل الانسان الروحي تقول له تاكل ايه؟ لك اي حاجه، مش عشان بعد عنكم عي وخلاص ما بقاش قادر ياكل حاجه، لا انا بتكلم وهو في شبابه كده. تاكل ايه؟ اي حاجه. تنام فين؟ اي حته. طيب تروح فين؟ تحب تخرج معانا فين؟ اللي يبسطكم يبسطني. قد كده انت مالكش غرض في حاجه. الحقيقه دي نتيجه طبيعيه للتمثل بالمسيح، ان الانسان الروحاني كل ما يحب ربنا كل رغباته الماديه وكل طلبات راح تتقل جواه، وكل اللي يتمناه انه يتعب زي ما سيده تعب بالظبط. امتى يا رب نتحرر من كل القيود اللي مكلبشانا ونقول زي ما انت قلت ليس لنا اين ان نسند رؤوسنا. قامة عالية شوية، لكن بنعمة ربنا وبجهدنا احنا كمان نقدر نوصل لحاجة قريبة من كده. وقال له اخر من تلاميذه يا سيد ائذن لي ان امضي اولا وادفن ابي. فقال له يسوع اتبعني ودع الموتى يدفنون موتاه. الحقيقة الكلمة دي بتتعب ناس كتير قوي. يعني واحد بيستأذن المسيح في حاجة لائقة جدا، يعني حاجة لائقة، بيقول له ابويا ميت عايز اروح ادفنه. الوضع الطبيعي المسيح يقول بقى في حياتك يعزيك الروح القدس، يعني هيقول له حاجة يطيب بيها خاطر. بس الحقيقة اوقات المسيح كده بيعالجنا بنظام الصدمات. يعني ايه نظام الصدمات؟ يقول له دع الموتى يدفنون موتاهم. بس ده ابويا، ده ابويا. انتوا شفتوا مثلا حضراتكم اسقف يعني ولا كاهن والده او زوجته او حد تنيح وما راحش دفنه؟ ما هو لازم يروح يدفنه طبعا، ده الاساقفه بتعمل كده والكهنه بتعمل كده. طب يعني احنا عاوزين نفهم دي يا رب. اولا ربنا اللي وصانا بوصيه اكرم اباك وامك، مش ممكن يكون هو اللي بيقول لا ما تروحش تدفن ابوك، لان دفن الاب هنا نوع من انواع الايه؟ الاكرام والوصيه، ان انا اكرم ابويا وامي. لكن هو المسيح عاوز يلفت نظري لحاجه تانيه. الانشغال في الحاجات دي بزياده ممكن يكون معطل عن حياتي بربنا. يعني على فكره ساعتها الدفن ما كانش دفن بتاع يوم واتنين وخلاص، يعني ده اللي كبير منكم شويه وله اصل ريفي من 40-50 سنه كان البيت يفضل في حداد 40 يوم. 40 يوم في حداد، يعني العزاء موجود لمدة 40 يوم. فهذه المبالغة تفصلنا عن الحياة الأبدية، ومعناها كمان ان احنا مش فاهمين بعد الموت في ايه. لان لو احنا فاهمين ان بعد الموت في فردوس، وبعد الموت في نعيم، وبعد الموت في مجد، وبعد الموت في مسيح، الانسان هيحزن لانه بشر. والمسيح احترم حزننا بالعاطفة وتألم به، ولقيناه يبكي امام قبر العاذر. فالمسيح ما بينكرش علينا لا اكرام الموتى ولا دفنهم، ولا بينكر علينا العاطفة البشرية. اما المسيح بينكر علينا ايه؟ الانشغال الزائد اللي يعطلني عن ربنا. طب يوم اتنين تلاتة كفاية، وإلا الشيطان هيفضل ورايا ويخليني عمر ما اروح لربنا. النهاردة مش عارف مين،
اتجوز نروح نبارك له مش عارف كم يوم، والنهارده فلانه ولدت نروح مش عارف نعمل ايه الواجب كم يوم، وبعدين حادثه وفاه، ومن وفاه لولاده لفرح، لولاده لفرح لوفاه، الانسان مش هيخلص. فهو عاوز يقول كده، وعاوز يلفت نظرنا للي قاله قبل كده، اللي يحب ابن او ابنه، ودي اعلى عاطفه عند الانسان، اكثر مني لا يستحقني. فنخلي بالنا في مجاملات في الحياة، في مجاملات في الحياة، والإنسان المسيحي إنسان مجامل، الإنسان المسيحي إنسان مجامل، لأن مجاملة الإنسان المسيحي هي تعبير عن المحبة والشركة في الجسد الواحد. لكن أي حاجة فيها مبالغة بحيث أنها تعطلني عن روحياتي أو كنيستي أو خدمتي، هنا بقى دي اللي محتاجة مراجعة. وده امتحان تاني، زي ما امتحن الكاتب وقال له ليس لي أن أسند رأسي، وامتحن الشاب الغني وقال له روح بيع كل أموالك، ده امتحان ثالث لإنسان قال له دع الموتى يدفنون موتاهم. أنت مستعد فعلا تتبعني على حساب أي حاجة تانية حتى لو أهلك؟ برضو هذا الإنسان ما سمعناش للأسف انه كمل تبعيته للمسيح. يبقى المسيح في بعض الاحيان بيسالنا اسئله من اجل ان احنا نمتحن نفسنا، لان احنا بنبقى فاكرين في نفسنا ما هو ليس حقيقه، فبنبالغ في تقدير ذواتنا شويه، فيجي الكتاب المقدس يمتحننا بالاسئله دي. يبقى سؤال الكاتب وسؤال الرجل ده مش موجه للرجل او موجه للكاتب، ده موجه ليا ولحضراتكم عشان احنا نجاوب عليهم. نخش بعد كده من عدد 23. ولما دخل السفينة، خلاص بقى هو رايح العبر، يعني هيتنقل من الغرب للشرق، فكان لازم يركب سفينة، والسفينة دي فيها البحارة بتوعها. ولما دخل السفينة تبعه تلاميذه، وإذا اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت الأمواج السفينة، وكان هو نائما، فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين يا سيد نجنا فإننا نهلك. فقال لهم ما بالكم خائفين يا قليل الإيمان؟ ثم قام وانتهر الرياح والبحر فصار هدوء عظيم. فتعجب الناس القائلين أي إنسان هذا فإن الرياح والبحر جميعا تطيعه. المعجزة باختصار، ركبوا المركب، المسيح من إجهاده ولأنه يحمل طبيعتنا الجسدية في تجسده تعب من كتر المعجزات ومن كتر التبشير ومن كتر اللف، فأول ما دخل السفينة كانت مركب يعني كده أخذ ركن فيها ونام. البحر هاج والمية عليت قوي، ابتدت تخبط في المركب يمين وشمال. في الأول التلاميذ احتملوا وكان عندهم نوع من الكسوف والحياء والخجل ان هم يروحوا يصحوا المسيح، بس شوية العاصفة زادت والبحر قام اكتر، والمثل بيقول ايه؟ يا روح ما بعدك روح، ومدام احنا بقى هنغرق ما ينفعش هو يكون ايه نايم. صحوا المسيح، المسيح قام، انتهر الريح، فتعجب كل من في السفينة سواء التلاميذ او البحارة المسؤولين عن ادارة هذه المركب الصغيرة. دي باختصار تعتبر معجزة من معجزات إثبات لاهوت ربنا يسوع المسيح، إذ أن هذه المعجزة تظهر من غير أدنى شك سلطان الله المطلق اللي هو ربنا يسوع المسيح على الطبيعة. تصوروا في عاصفة، واحد يبص العاصفة ده يقول اسكتي، والبحر اهدى، نبص نلاقي الموجة اللي طولها 2-3 متر، البحر تحول لإيه؟ لهدوء، والرياح ما فيش اي هواء. فدي معجزه بتثبت لاهوت المسيح. لكن الحقيقه احنا عاوزين نفكر في شويه معاني روحيه جنب المعجزه اللي بتثبت لاهوت المسيح. عاده الريح والبحر الهايج ده يرمز لايه؟ يرمز للتجارب او حروب الشياطين، عدم سلام، خوف. أنا هو المركب، حياتي هي المركب، مطلوب مني بالمركب دي أعبر من الغرب للشرق، من الأرض للسماء. انتوا خدين بالكم الفكرة الروحية؟
سفينتي هي حياتي، مطلوب ان انا اعبر بسلام للابدية. الشيطان هيسيبني؟ مش هيسيبني، وده الدرس الاولاني. ليس معنى انني امتلك المسيح في حياتي، لان المسيح كان نايم جوه سفينتي، المسيح كان معايا جوه سفينتي، ان وجود المسيح في حياتي معناه ان التجارب تقل. ليس معنى ان المسيح في حياتي ان الشيطان هيكون هادي معايا، العكس هو الصحيح. ناس كتير تقول من ساعة ما ابتدينا مع ربنا الشيطان مش سايبنا في حالنا. فاكت دي حقيقة، ان الانسان لما يكون ماشي مع ربنا، هو الشيطان هيحارب مين؟ يعني تعالوا نفكر فيها كده بالراحة وبالعقل. الشيطان هيضيع وقته مع انسان مستبيح، مع انسان شهواني، مع انسان من غير ما الشيطان يحاربه بيقع لوحده؟ ده بقى الشيطان، اسف يعني في اللفظ اللي اقوله، غبي قوي انه بيضيع مجهوده مع واحد ضايع. لكن الشيطان يوم ما هيحارب، هيحارب مين؟ نسمع بقى عن حروب القديسين وحروب الابرار وحروب ولاد ربنا. هو قاعد يحارب في ولاد ربنا. فالدرس الاول، ليس معنى وجودي في الكنيسة وليس معنى وجود المسيح جوه حياتي ان انا مش هتحارب، لا، العكس هو الصحيح. والحرب هتبقى شديدة، بس خلي بالكم كلها حروب خارجية بتخبط في المركب من بره. الشيطان يقدر يصفر ويقدر يقوم الريح ويقدر يقوم المية، لكن ما يقدرش ابدا يغرق المركب اللي فيها المسيح الا اذا انا بارادتي تهاونت وغرقتها. يحارب على قد ما يقدر، يزعق على قد ما يقدر، يخبط على قد ما يقدر، لكن طول ما انا مقتني المسيح وما اديتلوش الفرصة مش ممكن هغرق. يبقى ده الدرس الاولاني. ده مرة في حكاية في بستان الرهبان بتقول حاجة عجيبة قوي. بتقول مرة اب راهب في نص الليل، او يعني مش نص الليل قوي، يعني بعد غروب الشمس كده، راح جري القلاية ابوه الروحي وقال له انا متضايق وانا قلقان وفي حاجة كده ملخبطاني. فالاب الروحي اعتقد للحظات ان الشيطان مزود عليه الحرب، فقال له مالك يا ابي مضطرب؟ قال له يا ابي انا مضطرب لان في حاجة غلط بتحصل في حياتي. قال له ايه؟ قال له انا في سلام بقالي 15 يوم. قال له بتقول ايه؟ قال له بقول لك انا في سلام بقالي 15 يوم، ودي حاجة تقلق. قال له ليه؟ قال له عشان لو انا ماشي مع ربنا كويس وبجاهد كويس لازم اتحارب، فكون ان عدو الخير بقاله 15 يوم ما بيحاربنيش، قول لي انت فيا ايه غلط بقى، لان دي ما فهمهاش. شوفوا الاباء وصلوا لاي مستوى، اعتبروا ان الانسان لما ما بيتحاربش في حاجة غلط. يعني في حاجة غلط؟ لان لو هو جوه السفينة والمسيح معاه في سفينته، الوضع الطبيعي ان الشيطان يعمل فيه ايه؟ يحاربه. فما تنزعجوش، انتم ولاد نعمة، انتم ولاد نصرة. هنخبط هنتظلم في بعض الاحيان، هنتخبط في حاجات كتير قوي، هنتخبط ممكن في سمعتنا زي ابو مقارة كده، ربنا ما يسمحش لان احنا اضعف من ابو مقارة. لكن الحقيقة الغريب، كل الغريب ان احنا نشتكي ونقول في اضطهاد. غريب ان احنا نشتكي ونقول بيخبطوا فيا. غريب ان احنا نشتكي واقول ان انا بتظلم. الله، ما انت عارف ان كل اللي عاوز يمشي مع المسيح او كل الذين يعيشوا مع المسيح بالتقوى يحصل لهم ايه؟ يضطهدون. ده المسيح بيحذرنا لو الناس قالت فينا قولا حسن، خاف. لو كل الناس قالت فيك قول حسن، ده علامة خطر. قدر المجاهد المسيحي هو الحرب، ولن يكلل إلا المنتصر، ولن ينتصر إلا من حارب، ولا يحارب إلا من له عدو. فإذا كان الشيطان موجود وبنؤمن إن الشيطان موجود، فلابد أن تكون هناك حرب، وليس معنى الحرب عدم النصرة أو الخوف. النصرة في المسيح
والنصرة بالجهاد مضمونة، لكن علينا أن نحترس لأنه يجول كأسد زائر عاوز يعمل إيه؟ ملتمسا إنه يعمل إيه؟ يجد من يبتلعه. فنخلي بالنا ونكون في حالة من حالات الصهر الروحي واليقظة. يبقى الدرس الأول ليس معنى إن المسيح في سفينتي إن مفيش حرب، لا، فولس، الجملة دي غلط. أما الجملة الصح إيه؟ إنك تكون مع المسيح يكون في حرب. الجملة الثانية أو الدرس الثاني، لما بتزيد التجربة والريح بيعلى أشك أني متروك وأن المسيح سايبني ونايم مش شايفني. وعشان كده داود النبي عبر عن هذا الضعف البشري وقال لربنا كلمة عجيبة قوي، قال له يا رب لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ كثيرون يقولون لي ليس له خلاص بإلهه، انت فين يا رب؟ انت فين؟ سيبنا ليه نتبهدل؟ سيبنا ليه نتخبط؟ سيبنا ليه نضطهد؟ سيبنا ليه نشتم ونعير بسبب علامتك اللي لابسينها على صدورنا؟ ليه يا رب؟ انت فين يا رب؟ انا موجود وانت مش متروك، وانا لم اترك سفينتك، وان كنت انا منتظرا قليلا لكي اتمجد بعد كده، بس ما تنساش يا حبيبي ان ده امتحان لإيمانك انت، امتحان لإيمانك انت. وعشان كده المسيح وبخهم بعد كده على ضعف إيمانهم. في قصة تانية مقاربة للقصة دي اسمها قصة الهزيع الرابع، المسيح شايفهم والسفينة في البحر معذبة منذ الهزيع الأول، يعني من ساعة ما ركبوا المشوار كله يعديه في ساعة إلا ربع، قعدوا 9 ساعات في وسط البحر، المركب مش عارفة ترسي يمين ولا شمال. والحاجة الغريبة ان يذكر لنا الكتاب المقدس ان المسيح كان شايفهم، يعني شايفهم وهم يقولوا كده واذا صارت السفينة معذبة ومتعذبة من كثرة الامواج، شايفهم. طب فين ابوتك؟ فين حمايتك؟ فين عنايتك؟ فين طبطبتك اللي اتكلمنا عنها كتير مع الناس؟ يقول لي حكمة في الوقت المناسب، حتى لو كان الوقت المناسب ده هو الهزيع الرابع هقوم واعمل حاجة. بس كان في حاجة مهمة قوي، ايه هي؟ انك تكتشف عمق ايمانك او تتعرف على ضعف ايمانك. التجربة لما تزيد الانسان يبان، التجربة لما تزيد الانسان يبان. التجربة يمكن وهي في اولها ممكن الانسان يكون عنده كده نوع من كبرياء النفس، لك معلش ربنا سمح، ويدعي صورة من الايمان وقام من الايمان مش فيه. طب خلي التجربة تزيد شوية، خلي التجربة تزيد شويتين، خلي التجربة تزيد 3 شويات، ممكن بقى ساعتها نصرخ. هو هنا الحقيقة قديس متى قالها بطريقة، قالوا له يعني احنا هنغرق، اللي هو قالها بطريقة تانية، قال اما نهمك ان نهلك؟ يعني انت فين؟ ده تنرفزوا على ربنا، اتنرفزوا على ربنا. قالوا له اما يهمك ان نهلك؟ هو احنا مش على بالك؟ ما تقوم تعمل حاجة، قوم اعمل حاجة. ودي تالت نقطة، ان الله يسمح بالتجربة لكي ما اتعرف على ضعفي واختبر حقيقة ايماني، لان كلنا من برة مدهونين ايمان، من كلنا من برة بنعزي اخرين. يعني مثلا انت رحت الواحد عنده مصيبة هتقول له ايه؟ ربنا موجود، يعني ثق في ربنا، ربنا شايفك، وان نسيت المرأة والعصافير 5 فلسين ولا ينسى احد وكله مسكوت، وانت بالاسم ده شعرة يا راجل من راسك ما تقعش الا باذنه. كلنا وعاص مهرة، وماذا يحدث عندما يأتي الدور علينا؟ نبان على حقيقتنا بقى، كل واحد ورد فعل. في ناس هتقف كده قصاد ربنا وتقول له اشمعنى انا؟ اشمعنى؟ اشمعنى فلان 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 اولى مني 100 مرة، ولا انت ما تجيش الا على الطيب يا رب؟ حاجة عجيبة قوي، حاجة بيننا بقى على حقيقتنا. فالتجربة تبين الواحد على حقيقته،
فدي حتة مهمة قوي ان نعرف ان مش معنى ان المسيح في حياتي ان مفيش تجارب، المعنى اللي بعد كده ان انا قد يبدى لي او الشيطان يصور لي ان المسيح سيبني، بس المسيح موجود في سفينتي مستني الوقت المناسب. المعنى الثالث المهم في التجربة بتاعت السفينة دي ان ربنا اراد ان يكشف لي ضعف ايماني، ضعف ايماني. فقال لهم: ما بلكم خائفين يا قليل الايمان؟ ثم قام وانتهر الريح والبحر فصار هدوء عظيم، فتعجب الناس قائلين: اي انسان هذا فان الرياح والبحر جميعا تطيعه. نكمل بعد كده. ولما جاء الى العبر، يعني اتنقل بقى من الغرب للشرق، يعني اخذ بحيره طبريه كده كروسنج يعني عداها. ولما جاء العبر الى كوره الجرجسيين استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان جدا، حتى لم يكن احد يقدر ان يجتاز من تلك الطريق، واذ هما قد صرخا قائلين: ما لنا ولك يا يسوع ابن الله، اجئت الى هنا قبل الوقت لتعذبنا؟ وكان بعيد منهم قطيعا خنازير كثيره ترعى، فالشياطين طلبوا اليه قائلين: ان كنت تخرجنا فأذن لنا أن نذهب إلى قطيع الخنازير. فقال لهم: امضوا. فخرجوا ومضوا إلى قطيع الخنازير، وإذ قطيع الخنازير كله قد اندفع من على الجرف إلى البحر ومات في المياه. أما الرعاة فهربوا ومضوا إلى المدينة وأخبروا عن كل شيء وعن أمر المجنونين. فإذ كل المدينة قد خرجت لملاقات يسوع، ولما أبصروه طلبوا أن ينصرف عن تخومها. برضو دي يعني هقولها في عجالة كده، معجزة بسيطة قوي يعني بتبين قد إيه لاهوت المسيح. في مجنونين من منطقة اسمها البلدة اسمها الجرجسين. على فكرة نفس المنطقة دي ونفس المعجزة دي حكى عنها معلمنا مرقس ومعلمنا لوقا، وقال الجدريين. هنا الجرجسيين، هناك الجدريين. ايه حكايه الجدريين والجرجسيين؟ لان هل ده تعارض وهل دول منطقتين مختلفتين؟ الحقيقه لا. الاول عاوز اشرح الحته دي جغرافيه. لما انا اجي اقول ربنا يسوع المسيح فرضا يعني نزل من الاسكندريه الى القاهره وقابل مجنونان في القاهره، هياها لما اقول ربنا يسوع المسيح نزل من الاسكندرية وقابل مجنونان في مصر الجديدة، لان مصر الجديدة جزء من القاهرة. فالجدريين دي المركز او اسم المدينة، اما الجرجسيين في القرية الصغيرة التي تنتسب الى المدينة الكبيرة. انتوا عارفين في الفلاحين في حاجة اسمها قرية، في حاجة اسمها مركز، في حاجة اسمها المدرية او المحافظة، فكل واحدة تنتسب لمن هي اعلى منها. فيبقى لوقا ومرقس ذكروا اسم المحافظة، أما متى فذكر اسم إيه؟ القرية الصغيرة. الحاجة الثانية في المثل ده إن برضو مرقس ولوقا ذكروا إنه مجنون واحد، متى ذكر إن هما اتنين بالرغم إن المعجزة معجزة واحدة. الحقيقة هي معجزة واحدة. طب ليه هنا ذكر واحد وهنا ذكر اتنين؟ لسبب واحد، أنه كان هناك مجنونا منهم أعظم شهرة من التاني بكتير، يعني التاني ده بيجري في ديله. فممكن جدا لما الواحد يجي يتكلم على الحدث الرئيسي اللي هو المجنون الكبير ده، والتاني يعني جنانه على قده شوية، فيعني اتاخد مع الأولان يعني دوت ينتسب لده. لكن هم اتنين، كون دول ذكر واحد فبيكلموا عن المجنون الكبير او المجنون الشران يعني، والتاني اللي بيتبع. نرجع تاني للمعجزة بتاعتنا ونشوف كده كم درس نطلع بيه. جاء العبر الى كرة الجرجسيين استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان جدا، حتى لم يكن احد يقدر ان يجتاز من تلك الطريق. هنا بنتعرف على قوة الشيطان.
لدرجة ان الناس من خوفها من المجانين دي كانوا بيعملوا حاجة عادة. هم ما كانوش مجانين بمعنى مرض عقلي، دول مجانين يعني داخلهم ارواح شريرة وارواح نجسة. بالدليل هنا بيقول الشياطين. فكانت الناس تحطهم في القبور، لان عادة انتوا كلكم عارفين برضو من الخلفيات الريفية بتاعتنا ان منطقة القبور بتبقى على حدود القرية مش في وسط المباني. وكانوا عادة يربطوهم بسلاسل ويحدفوا لهم الاكل، يعني يحدفوا لهم الاكل في المنطقة اللي فيها، والسلسلة ممكن يكون طولها متر او مترين. بصورة او باخرى المجانين دول الاثنين اللي احنا بنتكلم عنهم يمكن تمكنوا من فك السلاسل، لكن فضلوا محتفظين بمسكنهم ايه؟ داخل القبور. لكن القبور في حواليها الطريق اللي يفصل بينها وبين القرية اللي الناس بتستخدموه في المشي. من كتر خوفهم منهم ما كانوش بيقدروا عليه. طيب يعني اذا كانوا هم اثنين ما نمشي احنا 10 مع بعض، لك حتى لو كانوا مشوا 20 الاثنين دول اقوى منهم. فده اول درس نعرفه، ان الشيطان له قوة كبيرة جدا، لان الشيطان كان ملاك. فالشياطين لما وقعت، وقعت من محبتها في ربنا، لكن فضلت محتفظة بقدرتها وقوتها وعلمها. واخدين بالكم؟ فالشيطان قوي قوي. دي احنا اصلا هنمشي حتة حتة. فاول درس ان الشيطان قوي قوي. ما لنا فلك الدرس الثاني، وإذ هما قد صرخ قائلين ما لنا ولك يا يسوع ابن الله أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا. تاني حاجة عرفناها أن الشيطان تعرف على لاهوت المسيح المخفي. فالشيطان صرخ وقال له انت جاي عشان تعذبنا قبل الوقت، احنا عارفين ان احنا محبوسين من اجل دينونة ابدية في اليوم الاخير، انت جاي لنا ليه دلوقتي؟ حاجة عجيبة قوي. لو تخيلنا ده للانسان، ان الانسان وهو في الخطية ممكن يكون عارف ان مصيره الهلاك ولا يقدم توبة. هذا للأسف مصير الشيطان، ان الشيطان عارف ان له نهاية محتومة وهيقف في المحاكمة. وتعرف على لاهوت المسيح. على فكرة دي هتصطدم بحاجة تانية كلكم سمعتوها قبل كده كتير في الكنيسة، ان الشيطان لما كان المسيح على الارض ما كانش متأكد اذا كان هو المسيح ولا كان نبيا صالحا ولا انسان صالح. فكإنسان صالح هو حاربه عشان يصلبه، عشان بقى دوشة الناس اللي بتتوب دي وتعرف ربنا. لكن لو كان عارف ان هو الاله ما كانش صلبه، لان عارف ان بصلبه هيتم الفداء. طيب منين الكنيسة بتعلم ان الشيطان ما كانش عارف، ومنين هنا الشياطين عرفوا؟ انتوا خدي بالكم من السؤال الصعب. منين الكنيسة بتعلم ان الشيطان كان مخفي عنه سر الفداء والمسيح اخفى عنه؟ الحقيقة ده كل ده مرجعه لربنا يسوع المسيح. يعني بسلطانه هو يبرز لاهوته احيانا، وبسلطانه ايضا يخفي لاهوته. وعلشان كده، علشان كده في آية تانية لما الشياطين عرفته يقول كده الكتاب المقدس، فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون لأنهم عرفوا أنه هو المسيح. لما عرفوا انتهرهم، ما تجيبوش سيرة لكي ما يتمم الفداء. المهم الحادثة هنا أن الشيطان عرف أن المسيح وانزعج جدا وقال له أنت ليه جاي قبل الوقت لتهلكنا؟ مش هو ده الاتفاق؟ الاتفاق أنك هتهلكنا في هناك في اليوم الأخير، لكن دلوقتي إيه لازمته انك جاي وتعذبنا؟ نكمل الكلام مع بعض. وكان بعيدا منهم قطيع خنازير كثيرة ترعى، فالشياطين طلبوا اليه قائلين ان كنت تخرجنا فأذن لنا ان نذهب الى قطيع الخنازير. فقال لهم امضوا. حاجة عجيبة قوي. انا اقول لكم الحتة على بعضها عشان وقتنا، واشرحها برضو على بعضنا في الكام دقيقة اللي باقية. كون ان الشيطان يقول للمسيح ائذن لنا، دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ ان لا يوجد شيء تحت الارض او في السماوات ليس باذن ربنا يسوع المسيح. يعني الشيطان ملهوش سلطان ان يقتحم جسد او نفس او يعمل اي حاجة الا باذن،
وعلشان كده الروح القدس خلى الشيطان ينطق وخلى متى يكتب الكلمتين دول: ائذن لنا، لانه ليس لي سلطان ان اقتحم قطيع الخنازير لو انت ما قلتناش اقتحم. المهم المسيح اذن، وهنعرف ليه المسيح عمل كده. الشيطان دخل في الخنازير، الخنازير دي عددها كتير قوي، قطيع كبير قوي، جريوا 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 وراح حدف نفسهم. طب لما جريوا 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 وحدفوا نفسهم، ربنا عاوز يفهمني ايه؟ ليه الشيطان؟ طب ما كان الشيطان دخل في الخنازير وخلاص، ليه جريوا وحدفوا نفسهم في البحر وماتوا؟ اذا كان الدرس الاول ان الشيطان قوي ولا يستطيع احد ان يمر من الطريق، الدرس الثاني ان الشيطان شرس ولا يريد الا اهلاك خليقة الله. مهما بدا ناعم، مهما بدا محاور، مهما بدا، فالغرض الوحيد اللي بيحر، الموتيف الوحيد اللي بيخلي الشيطان يشتغل 24/7 يعني ليل ونهار طول الوقت، حاجة واحدة بس، انه عاوز يهلك خليقة الله. فكان ربنا مش اذن له ان يهلك الاتنين دول، كان ممكن يكون بيعذبوا نفسهم ويقطعوا في جسمهم، لكن المسيح ما اذنش للشيطان انه يبيدهم او يهلكهم. لكن في الوقت نفسه ربنا حب يبين لنا الشيطان نوعه ايه، فسمح للشيطان يخش في الخنازير. اول ما الشيطان اخذ حريته في قطيع الخنازير لا يطيق اي جسد محبوس فيه، فهو عاوز يهلك هذا الجسد، فجري جري جري بالخنازير ووقعهم واهلكهم. ده تاني درس ربنا عاوز يفهمني. يبقى هما ثلاث دروس: الدرس الاولاني قوة الشيطان، الدرس الثاني ان الشيطان لا يستطيع ان يصنع شيئا الا باذن ربنا يسوع المسيح، الحاجة الثالثة ربنا حب يكشف لنا قد ايه الشيطان شرس مع خليقة الله. المهم الخنازير جريت ووقعت، اندفعوا وماتوا في البحر، اما الرعاة فهربوا ومضوا المدينة واخبروا عن كل شيء. السؤال اللي انا عاوز اسأله لحضراتكم: طيب ليه يا رب؟ يعني ليه عملت كده في الخنازير؟ لما الخنازير ملهاش ذنب يعني، والناس دي بتاكل عيش، الناس الرعاة دي بتاكل عيش، فانت جيت ضربتهم في اكل عيشهم الحقيقة. ليه ربنا سمح ان الشيطان يهلك الخنازير؟ الحقيقة الإجابة سهلة قوي، هقولها بسرعة. النقطة الأولانية أن رعاية الخنازير وذبح الخنازير كانت حراما في الشريعة اليهودية، فنمرة واحد الرعاة دول كاسري للناموس وكاسري للشريعة، وهم كانوا بيربوها ويذبحوها علشان الرومان اللي كانوا بيحتلوا اليهود كانوا يأكلوا الخنازير. الرومان دول جايين من أوروبا وثانيين فيأكلوا أي حاجة، فكانوا بيأكلوا الخنازير، لكن اليهود ممنوع ان كانوا يذبحوا ياكلوا او يربوا. فنمره واحد هم غلطوا ولا ما غلطوش؟ غلطوا، يبقى يستاهلوا عقوبه ولا ما يستاهلوش؟ دي نمره واحد. نمره اثنين، زي ما قلت لكم ان الله يريد ان يظهر شراسه الشيطان. طب ربنا هيبين لنا الشيطان الشرس ازاي؟ ازاي فتك وقتل كل هذا القطيع؟ نمره ثلاثه، وده درس ربنا عاوز يقوله لنا، ان مهما كان الثمن، مهما كان الثمن، مش قطيع خنازير ده، لحتى لو كان الثمن، ان الذي يقتل ليس قطيع الخنازير ولكن الابن الوحيد الطاهر الذي بلا خطية من اجل فداء الانسان، فده ثمن بخس قوي ربنا شافه عشان يحررني ويحرركم. اقيمة شوية خنازير بس الاثنين دول يتحرروا، الاثنين دول يتطهروا، الاثنين دول يرجعوا لبيوتهم تاني. فإقيمة الخنازير، وده معناه درس للكنيسة، ان لا يوجد اي ثمن غالي على الكنيسة من اجل خلاص انسان واحد. ايه قطيع خنازير؟ 200 خنزير؟ 1000 خنزير؟ ده الخليقة كلها اتعملت من اجل الانسان، فالخليقة كلها هتنحل ايضا من اجل بقاء الانسان في الابديه، فايه اللي ليه قيمه قصاد خلاص النفس؟ ولا حاجه، ولا حاجه. عرفتوا بقى ليه المسيح سمح ان الخنازير دي تموت؟ عشان الانسان ابدا. اتنين، ابدا من كل القطيع ده. اخر نقطه نختم بيها، انا اسف طولت عليكم شويه، اخر نقطه نختم بيها،
فإن كل المدينة قد خرجت لملاقات يسوع، ولما أبصروه طلبوا أن ينصرف عن تخومه. حاجة عجيبة قوي، المسيح عمل معجزة ولا ما عملش معجزة؟ وحرر 2 مجانين كانوا مخبوطين البلد كلها ولا لا؟ المفروض نعمل ايه في المسيح؟ نرحب بيه وندخله ونقول له يا سلام صنعت خلاصا في مدينتنا، اوعى تسيبها، مش هنسيبك، حتى لو انت حبيت تسيبنا احنا مش هنسيبك. حصل العكس. طب ليه حصل العكس؟ لان معظم المدينة دي كانوا شغالين في راعي الخنازير، قال لك هيخلص على الخنازير كلها. ما هو لو دخل ده بداية دخوله، بداية دخوله يعني في اول يوم نتعامل معاه ضيع قطيع. طب وبعد كده هيقضي على الخنازير. احنا ممكن نكون عاوزين المسيح قوي الا اذا تعارض تبعيتنا للمسيح مع الخسارة المادية. ممكن ناس كتير قوي تقرر انها ما تكملش. يعني لو الخير الروحي، لو الخير الروحي هيقابل امامه خسارة مادية، انا مش مستعد ادفع الخسارة المادية مقابل الخير الروحي. بدليل كل ما بتيجي الوصية بتاعت ان اردت ان تكون كاملا فاذهب بع كل مالك وتعال اتبعني، نقول ايه؟ دي وصية الكاملين مش بتاعتنا، بالرغم ان المسيح قالها لشاب، يعني ملهاش احنا بقول دي بتاعت انبا انطونيوس، وتتقال دايما في قصة الانبا انطونيوس، هي اتقالت ليه وليكو. بس الحقيقة نيجي عند حتة ان احنا نسيب علشان ربنا دي، ولما نسيب ما نسيبش بفرح، ولما نسيب قبل ما نسيب نفرز. يعني لو انا عندي هدمتين، هدمة جديدة وماركة عالمية وهدمة محلية ملبوسة قبل كده، وقلت عاوز اقدم لاخوة الرب، هقدم منين؟ المحلية الملبوسة، واحتفظ بايه؟ العالمية الغير ملبوسة. يعني ده معناه ان في اوقات كتيرة برضو بنسقط في امتحانات صغيرة، ان لازال الترك عننا او عندنا ضعيفا والعطاء عندنا شحيحا. حاجات زي كده صغيرة تبين. يقولك من ساعة ما المسيح دخل البيت حصل عمل التطهير. يعني كان راجل شغال في كازينو، كازينو ده بعد عنكم حاجة بتاعت قمار، يعني كان شغال في كازينو، من ساعة ما الولاد عرفوا والست عرفت ربنا ودخل، الراجل اترفد، الراجل اترفد. ربنا عاوز له خير الحقيقة، ده ربنا كده بيقضي على قطيع الخنازير، لان ما ينفعش الانسان المسيح مثلا يشتغل شغلانه بالشكل ده. يقول لك من ساعه ما عرفوا ربنا والبيت جاب ورا واحنا في النازل. يبقى انا هنا مش مستعد، لان حابب قطيع خنازيري اكتر من دخول المسيح بيتي. النهارده الكلام كله صعب مش كده، لكن كله اسئلة وامتحانات. في المركب في سؤال، ومع الجرجسيين في سؤال، والخنازير فيها سؤال، والكاتب اللي جاي يتبعه سأل سؤال. كل اسئلة المسيح النهاردة صعبة ومحرجة، محرجة جدا، لكن برضو لنا رجاء في الخلاص، ولنا رجاء في اسمه القدوس وعمله ونعمته العاملة فينا. بس احنا علينا ان احنا نختار الطريق، وهيجي علينا وقت لازم هيكون عندنا اختيار واضح في حياتنا ما بين الاحتفاظ بقطيع الخنازير او استقبال ربنا يسوع المسيح. ربنا يديني ويديكم، ونكمل ان شاء الله الثلاث الجاي. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين.